خلاص عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد، وان شاء الله في الايام الجاية ننزلكم ملخصات حلوة جدا، بس ادعمونا باللايك مهم جدا، وصلوا على النبي بقى ونشوف الماسك بتاعنا النهاردة. هنعمل ماسك القهوة مفيد جدا للبشرة وفيه فوائد ومميزات كتير قوي، وهو بيساعد على زيادة انتاج الكولاجين ونضارة وإشراقة البشرة، وبيرطب البشرة ويغذيها، وبيأخر ظهور علامة الشيخوخة، وبقلل من ظهور الحبوب والبقع في الوجه. له فوائد حلوه جدا. الماسك عباره عن ايه يا جماعه؟ معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من القهوه، معلقتين من الحليب اللي هو اللبن، وبحط نص عصره ليمونه اللي هو نص ليمونيه، وكمان معلقه صغيره من زيت الزيتون. طبعا لو انت بشرتك دهنيه بلاش معلقه زيت الزيتون، ولو انت بشرتك حساسه بلاش الليمونه، لكن الماسك مفيد لكل انواع البشره. هتغسلي بقى بشرتك كويس وفتحي المسام، بدي تغسليها بميه دافيه او بفوطه كده دافيه وتمشي عليها، وبعد كده تحطي الماسك وتسيبيه على بشرتك لما ينشف تماما لمده تلت ساعه، وبعد كده تغسليه وترطبيه عشان تقفلي عليه المسام. هتشوفي الفرق من اول استخدام، دوم عليه مرتين في الاسبوع، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ومفيدة.